زينب، وصلنا لمساحتنا الطبية لليوم يلي رح نستعرض فيها التهاب اللثة والأعراض والأسباب، عوامل الخطورة والتشخيص والعلاج والوقاية، أيضا مع الدكتورة لينا يزبك، اختصاصية في طب الفم وعلاج الأسنان والتجميل. يسعد صباحك دكتورة. صباحكم. أهلا وسهلا. صباحك وأهلا وسهلا فيك. يعني عم نحكي عن التهاب اللثة، يمكن 99 من الشعب السوري بالعزل المنزلي صار معهم التهاب لسه، لأنه أهملوا إنه يروحوا شوي بسبب الإجراءات عند طبيب الأسنان. فخلينا نحكي أول شيء نعرف شو هو التهاب اللثة. هلأ التهاب اللثة هو مجموعة التغييرات اللي بتصيب اللثة والنسوج المحيطة بالأسنان، ويلي إهمالها وعدم المعالجة بيؤدي لفقد الأسنان بكثير من الأوقات، وسبب الأساسي بيكون هو اللويحة أو تراكم القلح يلي بيصير على الأسنان وإهمال الصحة الفموية بشكل عام. حلو كتير دكتورة. يعني نحن عم نحكي عن شيء مهم دائما. هلا الأشخاص العاديين العادي تمضمضوا بمي وملح بلا ما تفحص اللثة بلا ما تلجأ لدكتور الأسنان، ولكن مثل ما حكيتي إنه ممكن يؤدي لفقد الأسنان. خلينا نشوف الحالات اللي بيصير فيها الالتهاب والحالات الثانية اللي بيصير فيها تراجع للثة. هلأ هو في مجموعة من الأعراض بتترافق مع التهاب اللثة، في حال وجودها معناتها هذا بدلنا على أنه وجود الالتهاب، مع أنه بحالات كتير كبيرة يعني خطورة التهاب اللثة هي أنه بتكون لا عرضية، يعني بيكتشف المريض بعد فترة كتير كبيرة بيكون أنه صارت لمرحلة متقدمة وصلت لالتهاب نسج داعمة، ما عاد اسمها التهاب اللثة. هلأ هي الأعراض اللي بتترافق مع مثلا وجود دم ممكن يكتشفها المريض بالصدفة على فرشات الأسنان أو أثناء المضمضة، انتباج اللثة اللي يكون موضع على سن معين أو مجموعة من الأسنان أو معمم بكل الفم. طبعا تورم مثل ما قلنا بتصير بتبعد لسه عن سطوح الأسنان فبصير في جيوب عميقة، في ألم حساسية بتكون كمان موجودة بالأسنان نتيجة تراجع اللثة، بتنكشف الجذور فبصير في حساسية أكثر على البارد والسخن، وبالإضافة لريحة رائحة الفم الكريهة أو الطعم الكريه اللي بيكون من الدم أو نتيجة انتان معين من البكتيريا الموجودة اللي بيلاحظها المريض. نعم. طيب دكتورة كيف بيتم تشخيص الوضع اللثة ومن ثم علاجه، خاصة إذا مثلا شخص لحاله عنده أعراض معينة ويعني ما بده يعالجها لحاله دغري بده يحكي معه؟ هلي أهم شيء هي المراجعة الطبيب الأسنان يلي هو بيصير في تشخيص للثة عن طريق فحص جوف الفم بشكل عام، فحص اللثة من مثل ما قلت لكم الأعراض المترافقة، إذا كان متغير فيها تغير باللون، إذا كانت محتقنة ملتهبة، إذا كان في رائحة كريهة، يعني هو السبب الأساسي اللي بيراجع المريض في طبيب الأسنان هو الرائحة الكريهة اللي بتصير بيحس فيها أو الطعم أو الدم، وجود الدم هذا اللي بيخوفه. طبعا بالإضافة للألم لأنه وجود القرحات أو القيح باللثة هذا بيكون مرحلة كتير متقدمة، يعني بيكون المريض هون وصل لفقد العظم مثلا أو فقد الأسنان أو حركتها. الشيء الثاني اللي بيصير بيعمله الطبيب هو غير انه فحص اللثة بدنا نفحص الاسنان حيويتها حساسيتها او الالم، بنفحص العظم او بنعمل ممكن صوره نطلب صوره شعاعيه لانه ممكن يدلنا على ضعف العظم او هشاشه بالعظم نتيجه تخرب النسج المحيطه بالاسنان. نعم. يعني مثل ما ذكرتي دكتورة عدة أمور ممكن المريض يكتشف فيها مشكلة باللثة عنده من خلال مراجعة طبيب الأسنان. في حال يعني خلينا نقول ما حس بهدول الأعراض ولكن كان عند دكتور أسنان وقال له دكتور أسنان لستك يعني بخطر، قديش مهم ايضا الشيء الوقائي او ياخذ احتياطاته لما يوصل لمرحله الالتهاب؟ هلا هو اهم شيء المراجعه الدوريه لطبيب الاسنان، مثل ما قلنا انه هو التهاب اللثة مرض لا عرضي بالغالب، هو بيكون في انواع لالتهابات اللثة، ممكن يكون حاد وممكن يكون مزمن، مزمن يلي هو بيكون خاصة بالمرحلة عند الكهول يعني بالمرحلة الكبيرة يلي بيكون الأشخاص كبار بالعمر، بيكون تقدم عندهم المرض، وصل للأنسجة الداعمة، صار في حركة براجعة اللثة وهو ما له حاسس فيه، نتيجة انه الإهمال. صحيح. طبعا هي أول حاد اللي بيصيب هو مثل ما قلنا أنه الصغار بالعمر مرحلة الشباب هو بيكون أجريسيف أكثر، بيعاني منه المريض وبيتحتم عليه أنه يراجع الطبيب. هلأ لحتى العلاج في عنا وقاية وفي عنا علاج، العلاج تبع التهاب اللثة هو أول شيء إزالة طبقة الجير أو البلاك يلي هي عبارة عن لويحة جرثومية هي رواسب لزجة من بقايا الطعام بروتينات سكرية أملاح مواد عضوية بتلتصق على سطح الأسنان
طبعا بواسطه اللعاب. هي البكتيريا هي من تتالف من البكتيريا الموجوده بالفم اللي هي مفيده مع بكتيريا ضاره، بتتحول مع الوقت لاذيه اللثه واذيه الانسجه المحيطه بالفم. علاجها بيكون يا جراحي يا غير جراحي. هلا الحلو انه هو غير جراحي، وبس انه يعني الطبيب بادوات تقليح مناسبه بالالترا سونيك ممكن يقيم القلح الموجود بالمراجعه الدوريه للمريض. بتتطلب ما بتاخذ اكثر من ربع ساعه لنص ساعه، ممكن يكون على جلسه او عده جلسات. طبعا هو اكثر شيء بتكون تتراكم اللويحه، بدي نوه انه هي بالسطوح اللسانيه للاسنان السفليه او بالسطوح الخديه للادراس العلويه. هون لانه بتكون على جنب فوهات الاقنيه، غدد فوهات اقنيه الغدد اللعابيه، هي اللي اللعاب مثل ما قلنا لانه هو المسؤول الاساسي يلي بيساعد على تراكم اللويحه الجرثوميه. نعم دكتوره، طب شو هي العادات الخاطئه يمكن اللي بتؤدي لتخريش اللثه؟ خاصه يعني بنشوف كثير يعني شائعه، ما في هيك يمكن امور بديهيه بيعرفوها العالم عن الحفاظ عن اللثه، لانه دائما بنشوف اغلب الامراض او المراجعات عند الطبيب عن اللثه. تمام، هو ثاني سبب لمراجعه المريض للعياده السنيه هو امراض اللثه. طبعا مثل ما قلنا هو الوقايه يعني اكثر سبب بيسبب الالتهابات اللثويه غير اللويحه اللي ما بيكتشفها المريض، هي سوء الاهمال، يعني سوء النظافه الفمويه، بانه ما في تفريش صحيح، ما في استخدام للخيوط، ما في استخدام للغسول الفموي. ممكن يكون الاستخدام الخاطئ لفرشات الاسنان يلي هو التفريش الافقي. نحن كثير بننبه المرضى بالتوعيه انه تفريش الاسنان في طريقه معينه له، هو يا طريقه دائريه يا اما طريقه عموديه بتكون من اللثه باتجاه الاسنان. التفريش الافقي هو بيرد اللثه وبيسبب انحسارها، او ممكن يصير في عندنا كمان التهاب اللثه من نتيجه الانطباق الخاطئ ل مثلا حشوات سيئه الصنعه او حوافه مخرشه. ممكن التيجان والجسور يلي او التعويضات الصينيه اللي ممكن تكون محطوطه. طبعا بالاضافه للوراثه، هي عامل كثير مهم يعني بلفت نظر لها الوراثه والاستعداد العائلي هو سبب كثير اساسي بالتهابات اللثه، لانه المرضى حتى المحافظين على النظافه الفمويه اكثر عرضه بست مرات بالاصابه بالتهاب اللثه حتى على الرغم من المحافظه على النظافه، يعني انه يكونوا ملتزمين بس هم معرضين لانه يكون عندهم امراض لثويه وبالنسج الداعمه نتيجه الوراثه. فهن هون بيتحتم عليهم انه الزياره مكثفه لطبيب الاسنان، بدل ما يكون في عندنا مثلا جلسات تقليح مرتين بالسنه مثل ما بنقولها نحن هيك بشكل وقائي، هن لازم يكونوا اربع مرات او اكثر للسيطره على كميه البكتيريا الموجوده بالفم. نعم دكتوره، هلا في سؤال حاسالك اياه، حيزعلوا منا المدخنين اللي بيشربوا كميه من التبغ كبيره، خلينا نقول قديش كمان يساعد التدخين على تفاقم مشاكل اللثه وايضا التهابه؟ تمام، التدخين هو من الاسباب الاساسيه لالتهاب اللثه نتيجه انه هو بيمنع تدفق الاكسجين لللثه بالدم، وهو بيمنع ترميمها، يعني بيقلل حتى نسبه الكولاجين الموجوده فيها. مشان هيك نحن يعني بنوصي انه تخفيف العادات السيئه من التدخين، من الكحول، من استخدام نكاشات الاسنان مثلا الخشبيه تماما، قدم الاظافر. طبعا مثل ما قلت لكم انا في اسباب كثيره لالتهابات اللثة غير هي انه اللويحه، في اسباب دوائيه، ممكن يكون في ادويه معينه ممكن تتاخذ مثل ادويه الصرع، مضادات الاختلاج، حصرات الكلس اللي هي بتتاخذ لارتفاع الضغط والامراض القلبيه، ممكن بسبب تبدلات هرمونيه كمان يصير عندنا التهاب باللثه بفتره الحمل او البلوغ او سن الياس او فتره الدوره الشهريه. بالاضافه يعني اي اضطراب بيعمل غدد الصماء، ممكن حتى السكري، اضطراب نسبة السكر بالدم كمان تأثر على صحة اللثة. بالإضافة لكمان عنا الأمراض الدموية يعني مثل اللوكيميا، الأمراض المناعية، الإيدز، الكانسر، كلها بيسبب التهاب باللثة نتيجة ضعف الاستجابة المناعية. نعم. وخلل بالجهاز المناعي. طب خلينا دكتورة هيك نعطي معلومة، يعني أول ما الشخص يحس أنه في عنده وجع أو ألم باللثة، شو ممكن هيك إجراء أولي أو إسعاف أولي يعمله قبل ما يتوجه لعيادة الطبيب؟ هلا بدنا نعرف السبب، اذا كان في وجود دم فهذا بيحتم عليه مراجعه الطبيب
فورا ما يتصرف فورا. بداية الحديث كانت عم تحكي على المي وملح، مضمرة المي وملح هو اجراء كثير فعال على الرغم انه له من بساطته، يعني انه نحن معلقه ملح صغيره بكاسه شاي صغيره فينا نقول مي فاتره، المضمضه فيها مرتين لثلاث مرات باليوم بخفف من الحمل الجرثومي اللي باللعاب لنسبة كتير منيحة. صحيح. طبعا نحن منقول كمان انه تفريش الاسنان مرتين باليوم بطريقة صح، بطريقة عمودية او دائرية، استخدام الخيط السني الدنتال فلوس طبعا على الاقل مرة باليوم لانه هو بيساعد على ازالة البقايا جراثيم والفضلات الطعام الموجودة بين الاسنان يلي ما بتوصل الفرشاية ويلي موجودة تحت خط اللثة. بيجي بقى الغسول الفموي او المي وملح اللي مثل ما كنا عم نحكي عليها متمم لانه يشيل باقي الجراثيم وفضلات الطعام للمناطق اللي ما بيشيلها فرشات الاسنان او الخيط السني. نعم، يعني عدة امور دكتوره نوهتي عليها وحطينا خلينا نقول هيك نقط على الحروف وخاصه في موضوع اللثه اللي هو خلينا نقول كثير هام حرصا على سلامه الاسنان. نحن دائما نشوف الشيء الداخلي بعدين نحن نعمل الشيء الخارجي. هلا ايضا في حال مثلا وجد نخر او اي عطب بالسن المفروض معالجه السن او اللثه اولا، بدنا نشوف مين بدنا نعالج اول شيء. لا النخر أولا. النخر هلا الاثنين هن بيكملوا بعض، بس انه النخر لانه في بيحوي على بكتيريا بتفاقم امراض اللثه تماما فهو يعني الاثنين ما فينا نقول احنا انه بدنا نعالج النخر ونترك اللثه او نعالج اللثه ونترك النخر، الاثنين بيكملوا بعض، بس احنا لانه الحشوات الجيده هي اللي بتحمي اللثه مثل ما قلنا، بالاضافه للاجراءات الثانيه اللي حكينا عنها. طبعا النظام الغذائي المفروض كمان يحافظ الشخص على نظام غذائي متوازن، تخفيف التوتر الضغط النفسي اللي بيعاني منه. والله صعبه صايره تماما لانه بيرفع الكورتيزول يلي هو بيخفف كمان او بيضعف الجهاز المناعي بالجسم. طيب كمان دكتوره في كثير بالاسواق يعني معقمات بطعمات معينه وكثير من المنتجات بيقولوا لتعقيم اللثه او مثلا معجون الاسنان هذا خاص للثه او اسنان حساسه، فخلينا نعرف هي الاشياء بتفيد صحيحه يعني انه مثل ما عم بيقولوا عليها. تمام، هلا في عندنا نحن طبعا بتنقسم معجين الاسنان والغسولات الفمويه لانواع متعدده، منا يلي بيساعد على معالجه التهاب اللثه اللي بيكون مركب الاساسي الكلور هيكزيدين، هذا يلي بده وصفه طبيه طبعا لانه الاستخدام هذا ما يعني بيستخدم لفتره معينه، الاستخدام طويل الامد منه ممكن يسبب تصبغ بالاسنان. وفي عندنا الانواع الثانيه اللي هي ممكن تجميليه او لحساسيه الاسنان حسب نوعها، ممكن نستخدمها لفتره اطول. معجين الاسنان لازم تكون تحوي على فلورايد مشان الحمايه من النخر والتسوس. نعم. بالاضافه انه في شيء بسيط هو كثير ممكن نستخدمه بالبيت اللي هو التوت البري. التوت طبعا نحن شائع استخدامه للقلاع او الافات الفمويه اللي بتصير، نحن فينا نستخدمه حتى لالتهاب اللثه لانه هو بيساعد على تفكيك طبقه البلاك ومنع التصاق اللويحه على الاسنان. نعم بشكل طبيعي تماما. دكتوره يعني نوهتك ايضا لامر كثير هام وهو امر تراجع اللثه. هلا في سؤال هيك كل كتار بيسالوا انه في حال وضع مثل ما بنعرف جسور ب الفم جسر أسنان أو هلأ صار في عنا زرع أو من هدول الأشياء، قديش أيضا ممكن إذا ما نحن درنا بالنا على القطعة هذه اللي بالغريبة خلينا نقول عنا أسناننا ممكن أيضا تكون سبب بتراجع اللثة إذا كان الجسر شوي خلينا نقول فاضي شوي مكانه ما نو بالاتجاه المزبوط. تمام، هلا هو الانطباق غير السليم للتيجان والجسور كمان تمام. هو سبب اساسي لالتهابات لسه سواء كان طويل زياده او قصير زياده، يعني اذا كان طويل زياده فهو بخرش اللثه بسبب التهابه لانه هو بسبب رد دائم باللثه. نحن اللثه عندنا بتنقسم للثه حره وللثه ملتصقه، فهو لازم يكون على تماس اللثه الحره، اذا تجاوز للثه الملتصقه فهو بخرشها بشكل دائم فبيعمل التهاب رضي، اذا كان ناقص فهو بسبب تراكم فضلات الطعام واللويحه اللي هي بترجع
كمان سبب اساسي لالتهاب اللثه. فهو بنرجع انه الانطباع السليم لحواف التعويضات على اللثه بيحميها، عامل حمايه قوي. وبعض المعتقدات انه القرنفل اذا بتحطيه بيخفف من الم اللثه والسن، وهي صحيحه او لا؟ هلا القرنفل هو مضاد التهاب، هو زيت عطري مضاد التهاب، بس هو للسن يعني هو بخفف مسكن اكثر للالم اللبي اللي بيصير بالسن اكثر هو من اللثه. هلا في زيوت عطريه كثير طبعا بتترافق، انه مثل الميراميه مثلا ممكن يساعد، النعنع، البابونة، المضامد ممكن يساعد ويهدي بالتهاب اللثه، ممكن يكون مسكن، ممكن زيت الشاي، زيت شجره الشاي كمان هذا مضاد التهاب قوي، ممكن استخدامه للثه، ممكن استخدام بضع قطرات منه مع الماء، واستخدامه كمضمضه مثله مثل المي وملح. نعم. نتشكرك دكتوره لينا على المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، وايضا نتشكر وجودك معنا، وان شاء الله بكون لنا وقفات ثانيه بمواضيع ثانيه بتخص الاسنان. شكرا كثير لكم، يعطيكم العافيه.